اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام ازيك؟ حضرتك سعداء بوجود حضرتك معانا. وانا كمان اسعد. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ كابتن اسلام ازيك؟ الحمد لله. ربنا يخليك كابتن عادل. خليني ابدا مع حضرتك النهارده. هتكلم معاك عن الدوري وعن كل شيء، ولكن خليني ابدا النهارده في مباراه جيده. استطاع النادي الاهلي ان يفوز 4-0 على فريق سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي معظم اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا النهارده معظمهم من النجوم، يعني من النجوم الشباب في النادي الاهلي. الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، هي بدايه كان الحقيقه كانت مباراه. انا سمعت ان المدير الفني قال لهم انا عايزكم تستمتعوا. بيرفع عنهم الضغوط تماما يعني. فطبعا ادوا اداء رائع جدا على مدى الشوطين، وكان هناك سيطره كامله من فريق النادي الاهلي. والحقيقه كان بيقابل النادي الاهلي فريق معظمه مستهتر بالولاد، فكان ادائهم مش هذا الاداء المفروض يعني. ايوه يعني فريق سيراميكا كليوباترا عاملين اداء جيد جدا خلال الخمس ست ماتشات اللي فاتوا. النهارده كان في نوع من الاستهتار، قابله شباب بيأدي بجديه وبيأدي بروح. ايوه وقبل ده وده الحاجه النقطه مش المضيئة. النقطه العاديه انك انت قبل المباراه بساعه او ساعتين الجمهور عمال يشجع في المدرج، والفتنه اللي كانت مفروض بتتعمل ما بين الاداره وما بين الفريق، الفتنه دي اعتقد ان اللي كان بيحاول يعملها يعني حس ان هو فشل ذريع. ايوه لان جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش النادي الاهلي علشان مباراه او عشان بطوله. ده كيان، هو بيحب الكيان، بيحب هذا النادي. مظبوط. سواء النتيجه موجوده او مش موجوده، لكن ممكن جدا بيتاثر لان هو متعود دايما على الانتصارات وعلى الاداء الممتاز وعلى الروح القتاليه. فالحقيقه الولاد النهارده ادوا اداء جيد، وان شاء الله باذن الله تعالى يبقى فيه موسم ان شاء الله كلنا بننتظره الموسم القادم باذن الله تعالى، من خلال مدير فني، من خلال تدعيمات، من خلال ولادنا اللي خدوا الراحه يرجعوا بكامل طاقتهم. اذا كان هناك تدعيمات برضه في بعض المراكز، اعتقد ان شاء الله الموسم القادم هيبقى موسم سعيد على كل اهلاوي وكل مصري باذن الله تعالى. يا رب.